فهم ما استطاعوا أن يعترضوا على القرآن بشيء مقنع، والقرآن تحداهم، قال فأتوا، قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. التحدي الآن هذا تحدي أن يأتوا بمثل القرآن كله. ثم تنازل في التحدي فقال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فنزل تحدي كل القرآن إلى عشر، ثم نزل من تحدي العشر سور إلى السورة فأتوا بسورة من مثله ولو الكوثر. ما طلع أحد منهم يأتي بشيء، طلع واحد بس اللي هو مسلم الكذاب وسوال منا أعطيناك البحبح فصل لربك واذبح إن شانئك هو الأقبح، والفيل وما أدراك ما الفيل خرطومه طويل، كلام هذا النوع يعني عده القطب رحمة الله عليه، جاب في التيسير وفي الهميان، جاب مجموعة من هذه الخرابيط، هذه اللي سواها عبد الله بن أبي بن ما عبد الله بن اسمه ذا مسيلمة الكذاب. قال يقول نقي كنت تنقين يداك في الماء ورجلاك في الطين، هذا كلام ما يعرفه العرب اصلا. وله قالوا لا ان النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، قال ولي معجزات، قال لو واحد يعين عين وحده ضاعت لو تفل فيها محمد لشفيت، قال حتى انا بس تعال انت تعال تفل فيها غابت اختها، وجاءوا عند طوع البئر قالوا ان هذه البئر جف ماؤها قل ماؤها ولو تفل فيها محمد لفاض، قال حتى انا تفل فيها يبست الى يوم الدين ما عاد فيها ماء ابدا. ونخله كانت ثمارها يعني هزيلة، وقال له لو 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 تفل محمد تحتها لا اينعت، تفل تحتها طاعت. وسيلم له ضلالات جمعها القطب ايضا لما ذكر ايات المسيلمة، ذكر معجزات مسيلمة كلها بالنكس بالعجز. واحد رزق او لا ولد، فجلي مسيلمة قال ادعوا لي، قال انا خبرك هذا بيستوي فارس وهذاك بيستوي حاكم وهذاك الاخير ذاك اللي عمره 18 سنه بيستوي قائد. ودى ذا الولد بالباكر حصل هذا طايح في طوي ميت، وهذا في فراشه ما اعرف جو، واحد طايح من فوق جبل وميت، كلهم في واحد من عدمه بركات ما شاء الله، لكن بالعكس بركات سلم الكذاب.